وفي عجالة يا دكتورة كده، حط نص بعينك إن الإنسان لا يملك أمر نفسه، مش ده اللي انا وإنما قلته؟ الإنسان يملك أمره ربه سبحانه طبعا وتعالى. طبعا. ده مهم جدا. القرآن الكريم وكل الشرائع السماوية قبل القرآن الكريم عمرها ما بتعالج جريمة بجريمة. صح، خد بالك من دي قوي. يعني ايه عمرها ما تعالج جريمة بجريمة؟ يعني انا داخل معاكي جمعية، حضرتك قلت لي مالكش عندي فلوس بالبلدي كده، ضحكت عليا، وانت ليكي عندي فلوس سلف. لما تيجي تسأليني ينفع يا عم الشيخ اخد الفلوس اللي عندي سلف اللي هي الامانة اخلص ده من ده؟ اقول لك لا، ما ينفعش شرعا. ترد وبعدين تجيب حقك. طب ما انا ماسك في ايدي الفلوس، اقول لك لا، الاسلام لا يعالج جريمة بجريمة. فاذا كانت البنت او الاخت او الام او الزوجة لا قدر الله تعرضت لقضية الاغتصاب، المجتمع لابد اولا ان يسن اولو الامر قانونا رادعا للاغتصاب. يا سادة، هناك فرق في الاسلام بين قضية الاغتصاب وقضية الزنا، ومشكلة القانون عندنا ان احنا بنعالج الاثنين في قضية واحدة. يعني ايه؟ قضية الزنا اذا زنى يجلد اذا كان هو غير محصن، يعني غير متزوج، ويرجم اذا كان متزوج. طب لما يغتصب او لما تغتصب، قضية تانية خالص. خدي بالك من دي قوي. زي حضرتك كده، لو واحد خرج عليك طلعي اللي في جيبك، طلعي ايه اللي في جيبك؟ فطلعي اللي في جيبك وانت ماشيه في الشارع، طلعي اللي في جيبك وماسك خشبه ملهاش عازه، ممكن تاخديها منه وتضربيه كمان. غير ما يخش بيتك ويسرق، لما يخش بيتك ويسرق ليه عقوبه غير ما طلع الخشبه. ليه؟ الاتنين دول اللي اغتصب واللي طلع الخشبه اللي فزعك واللي فزع من واللي سلب منك الامن، ربنا حط لهم حد اسمه حد الحرابه في القران. جزاؤهم ايه؟ خلي بالك، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. المجتمع قائم على الامان. فالنهارده واجبنا، واجب كل الشرائع السماويه، ان نقف بجوار المغتصب وان نشجع الشباب على ان لا ينظروا اليها نظره عار وازدراء، وانما نظره احترام، نظره تعاطف، من اجل ان نرفع عنها المعاناه. حملت، خدي بالك فيك، وانا بقول للناس كلها اهو، مفيش عندنا مذهب يبيح الاجهاض الا خوفا على صحه الام. بس ما هو ده اللي انا قلته والله. قبل ما الدكتور، ما خلي بالك احنا عندنا، بس عشان يبقى الناس واضحه، انت عندك حالتين. الدكتور لما بنروح بالزوجه ويقول حامل ما يقدرش يقول حامل، يقول لك في كيس حمل وتعالوا لي نشوف بعد اسبوعين في نبض ولا لا. لما يقول في نبض معنى كده ان في روح، يعني عدى عليه 40 يوم. ادم عدى عليه 40 يوم، يحرم في جميع المذاهب والاراء اجهاضه، حتى وان كان ابن الزنا، حتى وان كان من اغتصاب. لان الاسلام لا يعالج جريمة بجريمة ابدا. امتى نبيح الاجهاض؟ لو قبل الولادة بساعة، لو الطبيب اذا كان قال هناك الطبيب مين؟ الطبيب الثقة المؤتمن الخبير العالم، لو قال ان في صح، ان في خطر مؤكد على صحة الام، او الولد ده هيتولد بمشاكل تجلب له مشاكل وتجلب لاهله. ودي بنقول عليها محتاجة فتاوى خاصة، ما تتقالش على التلفزيون ولا فتاوى عامة. لم قال ايه بقى في خاتمة سورة الفرقان؟ شوفي بقى معالجة الجريمة بالجريمة خطورتها ايه. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. اللي يقدر يتحمل يدي فتوى الإجهاض ويضاعف له العذاب. حدش يقدر يقول كده. وأنا كنت بتصدم امبارح للرأي ده، ويعني رأيك على عيني وعلى راسي. انت عارف طبعا انت بالنسبة لي ايه فضلت